كات ستيفنز. كات ستيفنز. يوسف إسلام. المغني بريطاني. صدق أو لا تصدق. في الستينات هذا الرجل تسمعون مايكل جاكسون صاحب البريك دانس. صاحب البريك دانس هذا ما بلغ ربع شهرة كات ستيفنز. المغني بريطاني ملك الروك اند رول في الستينات. هذا الرجل يقول عن نفسه، يقول جو لمي وفد من أمريكا من كاليفورنيا وطلبوا من أن أقيم ليلة غنائية عندهم. قيمة العقد 57 مليون دولار، أكثر من 200 مليون ريال الليلة واحدة. وافقت، يقول رحلت الكاليفورنيا. هو يتكلم عن نفسه عند المقابلة، يقول لما وصلت كاليفورنيا طبعا شهر كامل عشان بروفات، يقول أنا لأربع مزايا. أول شيء ما أطلع على المسرح حتى يجيبوا لي 14 بنت ذوات الشعر الطويل تنثر شعرها على البست، أطلع أمشي بخطواتي على شعور البنات. الأمر الثاني، لا قلت آه طاح 17 بنت يقلوها للمستشفى. الأمر الثالث يقول لا، من عزفت على الجيتار طاحوا الشباب. الشاهد يقول أنا أحب. الأمر الرابع أني أحب السباحة، فقبل الحفلة بأسبوع يقول قلت للمدير الأعمال حقي I like to swim today، يعني ودي أروح أسبح شوي. قال ما يخالف. يقول رحنا على شواطئ كاليفورنيا في لوحة ما كنت أعرفها، يقول مكتوب Not allowed to swim now، يعني ممنوع السباحة الآن. فيقول ما انتبهت للوحة ودخلت أسبح، سبحت مشيت. يقول يمكن يفكر بل عشان يضبط السلم الموسيقي ولا الحبال الصوتية، وأنا أمشي يقول وأجيت أبرجع يوم التفت وليه ما أشوف أخوياي، والله ما أشوف من الكبروس التبريت. يقول جيت أبرجع أجدف عشان أبرجع، يقول إذا رجعت خطوة البحر يدفعني للداخل 10 خطوات، المد والجزر شغال. يقول والله غصت حتى صرت ما أشوف إلا سماء وما أزرق بأزرق. يقول والله أيقنت على الهلاك، انتظرت ملك الموت معني بيجي. يقول من ضمن غطساتي رفعت راسي وأنا طالع قلت يا رب لك علي إن انقذت لأخدم دينك الحق. والله ما كملت الكلمة يقول إلا موجة تأخذ من تحتي تجد عن عند أخوياي. يقول مشكلة الآن، يعني أصبحت أنا مخدم حقه لما عاهدته طلعا. يقول جت الليلة للحفلة الغناء، أغني ولا ما أغني؟ هو ما يبين أغني، طيب وتوط منقذا من الموت، لكن وراي معقد بسبعة وخمسين مليون دولار. فذاك يقول أصممت أني لازم أغني. يقول قعدت أغني وأنا أبكي مستحي ما أرفع رأسي للسماء، خايف. يقول خايف منه، مستحي منه تو منقذا وأعصيه وأغني. يقول حد من بكرة الصحف كتبت إن كات ستيفنز غنى أغنية ما عمره غنها بحياته، متأثر بالكلمات عايش جو. يحسب عشر الكلمات وقضية، خايف من شيء ثاني. رجع لبريطانيا يقول أهدى علي واحد كتاب ترجمة كلمات معاني القرآن. يقول فتحته أقراه، وإذا أول شيء فيه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول قلت أنا بنفسي المؤلف مغرور، هذا المؤلف مغرور شلون يقول لا ريب فيه؟ بل عاد الإنسان إذا ألف كتاب يقول الخطأ من طبع البشر، فيقول فصممت أني أجد الأخطاء الموجودة في هذا الكتاب. يقول أخذت أفتح الصفحات وأسجل، أفتح الصفحات وأسجل، ما راح 5 صفحات إلا وأنا أسجل الخطأ عندي والصح عنده. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن من أكبر الدعاة للإسلام اسمه يوسف إسلام إذا سمعت فيه. فربنا عظيم، يقدر كل شيء، يرى كل شيء، يسمع ما يقول كل إنسان الآن جل جلاله. لكن يقول سبحانه وتعالى إنما نعد لهم عدا، يقول وكفى بنا حاسبين. يقول إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول وما كان ربك نسيا.